الشكل هو عبارة عن polynomial plus or minus fractional pure exponential، هيك بسميها أنا. يعني بيكون فوق وتحت في بس exponential، ما في شيء غير هيك، وحدها بيكون polynomial. نحن اللي امبارح حليناه كان بس هيك fraction على exponential. هوني بس يزيد هلا polynomial حدها حيطلع أستاذ، عندكم. بس هذا مش exercise 11. نعم؟ هذا مش exercise 11، يعني هذا هاد سؤال مش هذا ثاني. خلينا هذاك بولينوميال ضرب اكسبوننشال. كان معقول بالفرنسي عندي غير الانجليزي. الله، هي exercise 12 هذا أستاذ. exercise 11 هو x plus 1 squared times e minus x أستاذ. بفكر حالي ما قلت لكم بدي اعطيكم هيدا على السنتر اوف سيمتري. شكلي بال ما انا جبته على امبارح ما لقيتها. بعد ما خلصت السؤال انتبهت انه ما في سنتر اوف سيمتري. بيتكون قايلين اذا كان شكلي بالفرنسي في مشقلة بالاسئله، انا جبته من الفرنسي كاساس كرام يعني. فشكلي يمكن عندكم انتم رقم 12 وهن عندهم اياه رقم بدل ما ياكلها يعني. طيب يلا مش مشكله، حضروا هذا هذاك مش محضره على اي شو بدي اعمل. فخلص بنحله شو بدنا نعمل، لانه كنت حابب انتم تحلوه يعني. بس في 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 بعض عن اسئله يمكن شي سؤال من الثالث، ما في مشكله بنحله ما فيكم. في سؤال قبله يمكن نمبر 8 او 9 في شيء هيك شكله، إذا حدا معه خير هلا يشوف لي هيك فراكشن وحدا بولينوميال 2x minus 2 يمكن بلس شيء على dx تحت يمكن نمبر 8 أو 9 موجود ذا الشيء 9 أستاذ 2x plus 1 over ax minus 1 خلص تمام. في سؤال بعد عن سؤال هون فيكم ترجعوا خلينا نحلوا هيدا هلا بينكم ما في مشكلة. فيكم على كل الأحوال هي ترجعوا تحلوا لحالكم يعني مش غلط يعني. طيب بس خلص هيك محضرين يعني. يا بنبلش بس لروح هذه اللي هون ما بعرف ليه عم تطلع عليها. اوكي بلشنا. لكن هيدا كنا عم نحكي انه polynomial plus or minus fraction على exponential. هون الدومين عطاكم اياه مثل ما هو minus infinity 0 union 0 plus infinity. كمان كدومين هون اذا بتعملوا solve تحت امبارح كانت تحت اي اكس بلس 1 كانت always positive، هون لا. هون اذا بتعملوا عشان تفهموا الدومين من اجا إذا بتعملوا solve لـ ex minus 1 different from 0 راح تطلع معكم e power x. طبعا هولي مش مطلوبين طالما هو عطاك دومين، بس أنا عم بشرح لكم بشكل إنه بركش مرة طلب دومين. يعني e x different from 1 يعني x بتكون different from ln 1 اللي هي 0. أوكي؟ يعني كل شيء فيه يكون الـ x ما عدا مين؟ ما عدا 0. وبالتالي الدومين شو بيكون؟ minus infinity 0 union 0 plus infinity. اوقات بيسهل عليكم الشغل، اوقات بيعطيكم دومين واحد. صارت مره يمكن دوره 2010 يمكن. اوكي بلا 2010 على اكيد. وقتها هو الدومين كمان بيكون هيك، بس هو اجى عطاكم ديفايند اون مثلا بس 0 plus infinity. اشتغل بس. يعني اوقات هيك بيسهل عليكم الشغل. هون اشتغلنا بكل الدومين وبالتالي صار فينا نشتغل على السنتر اوف سيمتري بعد شوي. طيب هيدا لكان الفانكشن. اول بارت كل شيء خاصه بالليمتس 1 a b c. اول شيء بده الليمت على الزيرو. هلا هون مثل ما شايفين في اثنين هو ما بده الليمت على الزيرو. سوري السؤال كان هلا انا بفضل يكون معكم كتاب يعني انتم عم تتابعوا معي. هلا انا حخبركم الاسئله يعني ما تعتمد. البارت a كانت show that the axis of ordinates هذا نمبر 12 عندكم بالكتاب لكن انتوا لي صح؟ احطهم يس. الاكسس اوف كوردينيتس از الواي كلها زيرو اكس كلها زيرو. اوقات بينطرح هيك السؤال ومرقناها مره هيك يعني بدل ما اقول لك جيب الليمت هو بيقول لك برهن لي انه الاوردينيت اكسس هو اسمبتوت. طيب من هو الاوردينيت اكسس؟ انت فيك ترسم رسم على جنب تشوف هيدا هو هيدا الواي. الاوردينيت اكسس شو الايكويشن تبعه؟ اكس ايكوال تو وات؟ اكس ايكوال تو زيرو. يعني كانه عم بيقول لك برهن لي انه هيدا هو اسمبتوت. فهمتوا؟ فلا تبرهن انه x equal 0 هي vertical asymptote بدكم تجيبوا الليمت على الزيرو. هلا هون صراحه في اثنين زيرو، في زيرو ماينس وفي شو؟ زيرو ماينس وزيرو بلس. فيكم تجيبوا كل وحده لحالها، بس انا شو عملت لك شو عملت عشان اكسب وقت؟ جبت ليمت از x tends to 0 بس حطيت زيرو. حطيت حولت محل x 0 طلع عندي 0 ماينس 1 ماينس 4 اوفر اي 0 ماينس 1. الاي 0 هي 1 بس مش معروف هي بعد 1 بلس او ماينس، انتبهوا. اوكي لانه هون في عندي زيرو انا بس 1 ماينس 1 هي زيرو. هيدي الزيرو اللي هون فيها تكون زيرو بلس وفيها تكون شو؟ زيرو ماينس. زيرو ماينس
if x tends to 0 plus هي حاطط التو كونديشن if x tends to 0 plus يعني هيدي صارت minus 4 over 0 plus اكتبوا minus 4 over 0 plus يعني minus 4. if x tends to 0 minus يعني اذا كان minus 4 على 0 minus صارت plus هنا بالحالتين يعني الليمت على x طلعت يعني لو كنتوا انتوا جايبين ال 0 minus لحال وال 0 plus لحال كان راح يطلع عندكم على 0 minus plus infinity وعلى 0 plus كان حيطلع عندكم minus بالتو كيسز معناتها بستنتج انه الاكس ايكوال 0 هي ذات الاسم هذا ليك ممكن تلميذ هون يقول لي استاذ خلص بحط ايكوال بلس اور ماينس انفينيتي بتوصل خبريه فيك تعمل هيك بس انا ليه بفضل تفصلون هيك عن بعض كرمال التيبل بعد شوي اوف فاريشن لتتاكدوا 100% انه شغلكم صح يعني هلا على التيبل نحن حنشوف انه بيفور 0 قبل الزيرو حتكون الليمت تبعها شو بلس انفينيتي افتر 0 ماينس انفينيتي حتكون نازله بالضبط يعني عشان تكونوا فاهمين الخبريه بس هي صراحة لتبرهن بس انه x equal 0 vertical asymptote بدك تكون الليمت هي infinity يعني مجرد ما حطت لي انت هون infinity يعني صار اكيد فيك تستنتج انه x equal 0 هي vertical asymptote which is the axis of ordinates يلي هو الواي اكس اوكي بس مش داعي تكتبها يعني خلص مش هو بيفهم عليك انه انت فهمت انه الاوردينات axis هو x equal 0 اتفقنا بس فهمتوا هون السيستم شو الفكرة منه أخذت two cases if x 0 plus و if x 0 minus شو بيطلع الجواب؟ طيب تاني part B السؤال كان مقسم لجزئين قالكم أول شيء calculate limit of f of x as x tends to plus infinity يعني هون هلا عم اشتغل ورجع بنفس ال part قالكم show that the line D of equation y equal x أنا asymptote to see x plus infinity اسمتوت ما بيقول لك اوبليك هي طبعا اوبليك لانه فيها واي فيها اكس اوكي بس على جهه البلس انفينيتي هون بس لانه هو عم تجيب انت الليمت على البلس انفينيتي لانه هلا على الماينس انفينيتي حيطلع فيه اوبليك اسمتوت ثاني بعد شوي ثاني هذا الشيء اللي بدك تقوله بما انه في اوبليك اسمتوت معناتها انا لازم اكون ناطر انه الليمت على الانفينيتي شو يطلع يطلع انفينيتي لازم يطلع والا ما بيكون في اوبليك اسمتوت فهمتوا؟ دائما طلع رقم زيرو واي ايكوال لهيدي هي الليمت حيكون انفينيتي طيب بنجيب الليمت للاف اوف اكس على بلس انفينيتي بحوضه عادي بلس انفينيتي ماينس 1 ماينس 4 اوفر 3 بلس انفينيتي ماينس 1 بنبلش بالفراكشن اي باور بلس انفينيتي هي بلس انفينيتي نمبر اوف انفينيتي زيرو بالضبط نمبر على انفينيتي هي الفراكشن طالب شو بقي هون بلس انفينيتي ماينس 1 بلس انفينيتي ما طلع عندي انا تايم 4 اصلا اوكي تاني نقطة بدنا نبرهن هلا انه الدي هي اسمبتوت كيف كنا نبرهن اوبليك اسمبتوت نجيب الليمت للديفرنس بين اف اوف اكس اند واي دي ولازم شو يطلع الجواب زيرو ليمت للديفرنس از اكس تنس تو بلس انفينيتي هون كثير بتفرق بلس انفينيتي على ماينس هيدي الفانكشن وهيدي الواي دي حطيتها بين براكت هو اعطاكم اياها يعني اكس ماينس 1 هون حتشوفوا انه الاكس ماينس 1 كلها طارت مع الاكس ماينس 1 شو بقي عندكم بس؟ minus 4 over x minus 1 حوضوا هلا يعني minus 4 نمبر على infinity 0 نمبر على infinity اللي هو 0 بس تنتجت انه هيدا اللاين هو اوبليك مش الحال هون؟ yes it says yes part C بس تقلكم شو كان السؤال يعني انا كنت حابب تكون مخبرينه ما عارف هلا part C ما اجا قالكم جيب الليمت وكذا اجا اوام سفقكم اياها قالكم show that the line D كبير of equation y equal x plus 3 is an asymptote to C at minus infinity ما له خلق يسأل كتير طيب هون في part قبل بدكم تبرهنوها بدكم تجيبوا الليمت limit as x tends to minus infinity لازم يطلع معنا infinity ما بيكفي بس تجيب الليمت للديفرنس اوكي جبت الليمت للديفرنس طلع equal to 0 على فكرة بتاخد علينا كامل بس بعدين بس بتروح على table of variation شو بيطلع الليمت للأفق جيبه انزين جون جيو مره ثاني مش حطوا زيرو كتبوا هيدي فيها تريك يعني كان مقصود وقت لما حطوه وقت نحن حكينا بالموضوع يعني انا بتذكر كنت بالبرام وقتها وعلى فكره هيدي بالمناسبه كانت اول سنه انا بصحح فيها انا صراحه يعني هي الدوره كانت اول دوره انا بصحح فيها امتحان تسميه حلو 10 سنين فمذكر منيح انه وقتها انتبهنا لهيدا النقطه انه هيدي حطينا اصلا كرمال اذا تلميذ بس برهن الليمت للديفرنس طلعت زيرو اخذ عليه انتو كان باكيد بس بالتيبل اذا رجع على ليميت وحط زيرو غلط
بده يجيبها يرجع لها. يعني هيدي اذا انت ما جبتها هون بتجيبها تحت على كل الاحوال، فبجيبها فرض مره بخلص منها. فهمتوا؟ يعني خلينا نعتمد على قاعده انه لتبرهن اوبليك اسمتوت قبلها بدك تبرهن انه الليمت لها هي انفينيتي. اوكي، فبنجيب الليمت للاف على ماينس انفينيتي مثل ما جبنا فوق على الباس انفينيتي، تطلع ماينس انفينيتي ماينس 1 ماينس 4 على اي ماينس انفينيتي. هالمره الاي ماينس انفينيتي هي 0 بس. فشو بتصير؟ هيدا بصير 4 عادي نمبر عادي، هيدا 1 وهيدا انفينيتي ماينس انفينيتي بتطلع 0. يعني كمان ما عندي امر ثاني 4. اوكي، بس طلع الليمت على ماينس انفينيتي هو ماينس انفينيتي. لنبرهن الدي الكبيره هي اوبليك اسمبتوت. ركزوا هلا، هلا مش كل شيء حيطير. الليمت للديفرنس اكس ماينس 1 من اكس بلس 3. اكتبوا هلا الاكس بتطير مع الاكس صح، بس بقي في ارقام هون. يعني بقي في اسرع نوع من الشغل انفينيتي ماينس 1 ماينس 3 بقي عندي ماينس 4. شايفينها؟ هلا راح اعوض ماينس 4 على اي ماينس انفينيتي ماينس 1. هالمرة في فرق كبير يا شباب ويا صبايا بين E plus infinity و E minus infinity. E plus infinity هي plus infinity بس E minus infinity هي شو؟ هي zero. فهي دي هون zero تحت. فشو بصير؟ minus 4 على minus 1. تبعتوا؟ plus 4. هي plus 4. minus 4 plus 4 صارت على يكون zero. يعني طريقة الزيرو هون غير طريقة الزيرو هون. هون طلعت zero لأنه number على infinity هو zero. من infinity تحت لأنه number zero. انتوا كيف كرمال هيك بتغير الايكويشن للاسمبتوت. انتوا معودين بالراشنال هذيك السنه انه الاوبليك اسمبتوت تكون مشتركه على الجهتين، وانا هذيك السنه خبرتكم انه هذا الموضوع بس بالراشنال فانكشن. بالاكسبوننشال مثل ما شفتوا هلا في عندنا اثنين اوبليك، يعني هلا الكيرف منطلق من هيدا الاوبليك، عفوا من هاي. حتى على فكره في تريك ثاني سال الماينس انفينيتي بعد البلس انفينيتي، عاده بيسال الماينس قبل. يعني في قصص هيك لها علاقه بالتلاتوبيه بدكم تنتبهوا لها. الكيرف هلا منطلق من هيدا الاسمبتوت وواصل لهيدا الاسمبتوت. تمام انتبه. بدكم تسموهم هول الاسمبتوت عشان ما تضيعوا، لانه هلا حتشوفوا بالرسمه ممكن تمييز يغلط. ممكن يرسم الرسمه العكس كليا وصارت وقتها معنا بالتصحيح. يعني يعمل كل شغله صح واخر شيء بس يرسمها كيرف طالعه من هون لهون. تزبط يعني بترسمها بس بتطلع بفكرها صح، بتكون الرسمه كلها غلط، بياخذ صفر عليها. هلا حتشوفوا. فهون بدنا ننتبه انه على جهه الماينس انفينيتي هي الاسمبتوت وعلى بلس انفينيتي عندي الاسمبتوت. هي الواي كلها ضروري جدا هلا بس ترسمون لاوتو ستريت لاينز تسموهم، خاصه انه هن بارالل طلعوا عندهم سيم سلوب، يعني بضيعوا. لازم تسميهم دي كبيره ودي صغيره على الجراف لتعرف الكيرف منطلق من وين وواصل لهون. لهون مش الحال، خلصنا ليميتس وخلصنا اسمبتوتس، طلع عندنا اثنين اوبليك اسمبتوت وعندنا فيرتيكال اسمبتوت. يعني هذا السؤال في ثلاثة اسمبتوتس لحظة. لازم تكون ليمت اوف اكس ماينس ماينس انفينيتي. اسس في غلطة بالكتابة. بالكتاب؟ ليمت ديفرنس. فوق الواي ايكوال اكس بلس 3 هي اكس تنس ماينس انفينيتي. ايه سوري سوري والله برافو. مين اللي انتبه لهيدي؟ انا عمر. عمر برافو عمر، ما حصلكش انت يا احمد، هي اللي انتبهت اول شيء. انا قلت عمر. ناقل برشلوني بكون ضلكم تفتحوا حالكم. برافو لكان هيدي ماينس انفينيتي. اوكي امر لكان مازاله احمر تدخل بيطلع لك بلس 1 منه هو، يعني بشيل منه 1 وبعطيك اياه عليه. ما عندي مشكله، مش مصدق. ما عندي مشكله يا استاذ. تعال جد رح يموت يا حرام. طيب اول شيء بالنسبه لهالصوت اللي سامعينه، هيدا صوت الازاز عندي لانه عم بتشتت، فانا قاعد على البلكون. ذكرتني اسكر الازاز، ما حدا يفكر في كونكشن رايح. انا صراحه بحب اقعد في الشباك هيك لانه صوت الشتا حلو. احلى شيء والله. اكيد انت لانك انت فنان، كل حدا حبيبي اساس الموسيقى طبيعي. هذا المواضيع اللي اتفق انا فيها. يلا بارت 2 سنتر اوف سيمتري. امبارح مرقت معنا الاو اللي هي 0 0، هلا مرقت معنا البوينت اس اللي هي 0 1، انا مرقنا سنتر اوف سيمتري نفس الشيء. انا صراحه عملت لها كوبي بيست امبارح وعدلت، بس يعني هتلاحظوا نفس الخبريه. الاي هون ايكوال تو 0 بس البي هالمره ايكوال تو وات؟ تو 1. وي هاف تو بروف ذات اف اوف 2 اي ماينس اكس بلس اف اوف اكس ايكوال تو بي. التو بي يعني مين هون لازم يطلع الجواب؟ مش مثل امبارح 0 2 تايمز 1 يلي هي مين؟ 2. هلا يطلع الجواب النهائي 2. طيب فيرست وي فايند 2 اي ماينس اكس اللي هو ماينس اكس اللي هو بيلونج تو دي اف.
لأنه الـ A زيرو. تاني شيء بدنا نجيب الـ F للـ 2A minus X اللي هي F of minus X. F of minus X بس عشان ما أرجع لفوق هيدي الفانكشن. بس بدنا نحط محل الـ X minus X. يعني شو بتصير؟ minus X minus 1 بتضل هون E minus X. يعني هون في minus X عن امبارح ما كانت موجودة يعني. ما بنعمل شيء غير انه هيدا الاي ماينس اكس بدنا نحطها 1 اوفر اي اكس ونكفي. هون بعمل سيم ديرمينتر بس لتعرف كيف حصلت عليها. طبعا الماينس اكس ماينس 1 ما عم يتغير. هون هلا لك شو الفكره. هون الفكره اذا عملته تحت سيم ديرمينتر يعني بصير كانه تحت 1 ماينس اي اكس اوفر اي اكس. صح؟ بس عشان صراحه ما ضيع وقت انتم بريد كوال سوري. وهيدي فوق 4 ال 4 تعتبر 4 اوفر 1. فشو بتصير؟ الاكس هي تا واوفر 1 ضرب النيميريتر اللي هو 1 ماينس اكس. فهيك بتكون حصلت انت على مين؟ على اف اوف 2a ماينس اكس. ماشي. هلا على سطر جديد بدنا نجمع الاف اوف 2a ماينس اكس مع الاف اوف اكس. شوف هون شو بصير. امبارح كانت سهله انه طلع زيرو طلعوا كلهم. هون لا مش هيطلع زيرو. انا اصلا ناطر يطلع الجواب شو انا 2 ما راح يطلع بهالبساطه. لاكزوني اول شيء الشيء الوحيد اللي بطير هون هو ماينس اكس بلس اكس وبلس اكس الباقيين ما بطيروا. هون ممكن نغش التلميذ بشغله ويفكر حاله غلطان انه ماينس 1 ماينس 1 هي ماينس 2 هو بيقول بده يطلع 2 ما خص هيدي ماينس 2 ثاني حنطلع فور. هلا هون لك شو عملنا هيدا الديرمينيتور انا بس نسحب ماينس الاوبوزيت صح بضرب بماينس وغير الساين هون يعني بتصير هيدي شو هون بلس 4EX على EX minus 1 وهوني أنا أصلاً عندي minus 4 على EX minus 1 وبحط the same denominator وبتصير plus 4EX minus 4 على EX minus 1 في حدا عم ضربنا بماينس بس في حدا ما فهم هيدا الستيب كيف حصلت عليها يلا عم علمها هلا minus 1 minus 1 ضلت minus 2 هوني غيرت الساين وعملت same denominator أوكي ما طاروا شو بيجي بعمل هلا بياخد 4 common factor دي عندي EX minus 1 وهون عندي EX minus 1 بطير فبتصير هلا minus 2 plus 4 هي 2 يلي هي 2 مش الحال؟ كنتوها؟ بليز ضروري هذا السؤال ترجعوا تراجعوه لحالكم ما معروف أنا كان بدي إياكم تحلوا لي يعني. في نسبة على الفارة اللي بعدها؟ مش الحال؟ أوكي أسس الثري مقسم إلى A ولا B هون بس لشي لول ما بعرف هون شو صاير هيدي ما كانت موجودة امبارح ما بعرف شو صاير هون بس يمكن على تلاقي افطل غير هلا ما زبطها مش مشكلة بس انا كنت مخرطش هاي تكون على الزيرو هي هون طالع طالع يعني ما بعرف ليش افطل عين مش مشكلة الدريفاتيف مطلوب هون منكم ما عطاكم الاف برايم ما بعرف حدا يقول لي السؤال شو كان show that f prime equal ولا برهن الـ f calculate f prime of x set up the variation اوكي يعني ما اعطاك شيء معلومة قالكم جيبوا الـ f prime set up the table of variation وانت دبر راسك يعني ما اعطاك لا الـ f prime ولا قالك برهن لي اياه positive ولا قالك برهن لي انه الـ f increasing انت بدك تكفي يعني كل الاحتمالات وردة طيب الدرفاتف نرجع منذكر الـ f كانت x minus 1 minus 4 over EX minus 1 أنا نعمل derivative بهذه الفانكشن derivative بدل X هي 1 هي minus هي بشكل U over V U prime V يعني 0 حطينا بس 0 بما أنه derivative بدل 4 0 ما فيش داعي نحط الV 0 أنتو E power minus. X minus 0 V prime شو derivative هوني هلا EX أنتو U يعني أنتو 4 على EX minus 1 square شوف هلا شو صار 1 ماينس ضرب ماينس شو بتصير هون؟ بلس هل في داعي يكفي واعمل سيم ديرمينيتر هون؟ لا خلص ما 1 بوزيتيف 40 اكس بوزيتيف بينما بدورة ال 2010 ما عاد بتذكر حتى بالسؤال يمكن اللي حيكون يمكن هوم ورك لبكره اللي هو نمبر 9 هون راح يطلع شيء مثل ماينس وبالتالي بدك تضطر تعمل له سيم ديرمينيتر اوكي يعني ما بتكون الساين محدد يعني بتكون عندها مينيموم او ماكسيموم اتفقنا فهمت بقول هون سائر حظي حلو انا انه ال1 بوزيتيف وهذا الفراكشن كله بوزيتيف في حدا شايف بوزيتيف لهيدا وبلس بيناتهم بلس بيناتهم بلس بيناتهم فصار اولز بوزيتيف مش الحال
derivative positive بس انتبهوا هون هوني بال بال بالتابل اوبريشن في عندي زيرو شيدد هيدي هون عندكم بالضبط ما بعرف شو صار اوكي يعني ما احط الزيرو بالدومين هون انا نلغي الزيرو ما تنسوا يعني في 2 بلس مش بلس وحده مثل امبارح امبارح ما كان في زيرو بالدومين كانت ماينس انفينيتي بلس انفينيتي فهون الديرفاتيف بوزيتيف وبوزيتيف هلا طبعا بوزيتيف هلا عم يكون في شيء غلط هون طبعا طالعه وهون كمان طالعه يعني بالحالتين يعني عندكم اذا بدكم تو جراف حنرسمهم وحده منهم بالماينس انفينيتي زيرو وحده منهم هذا كونتينيوس هون طبعا كونتينيوس طالعه من ماينس انفينيتي هيدي هون بلس انفينيتي اذا مذكرين الليمت على الزيرو ماينس من شوي ايش طلعت معنا بلس انفينيتي هيدي هون بلس انفينيتي ها مع الزيرو بلس طلعت معنا ماينس انفينيتي هي هون طالع انتبهوا من الديل كبيره اوبليك اسمتوت على الماينس انفينيتي برهنا الديل كبيره اوبليك اللي هي واي ايكوال اكس بلس 3 اكتبوا لها واخر شيء على البلس انفينيتي واصل على اوبليك اسمتوت ثاني هي دي واي ايكوال يعني مفصولين عن بعض الاسمتوت كليا يعني. عم تفهموا ما يرد عليها ببعض يعني الكيرف طالع من الأوبليك أسمتوت الأولى على الفيرتيكال أسمتوت وراجع طالع من الفيرتيكال أسمتوت من تحت على الأوبليك أسمتوت الثاني فهمتوا كيف؟ يعني عندكم رسمتين هلا بعد رسمنا يعني كأنهم تو كيرف بنفس الـ بنفس الكوردينيت سيستم اتفقنا؟ هذا هو اثنيناتهم انكريزنج هوني مثل ما شايفين طالع من ماينس انفينيتي لبلاس انفينيتي يعني مسفر بمحل وهوني كمان طالع من ماينس انفينيتي لبلاس انفينيتي يعني كمان مسفر بمحل يعني واضح هون الكيرف بيقطع الاكس اكسس كم مره مرتين غير الشيء حيسالكم عنه هلا هون رجعنا لقصه الالفا والبيتا اللي اشتغلنا فيهم بتشابتر 1 هولي بتنسوا هون اوكي يعني كل فتره بدكم تشوفون هولي انتبهوا وانا بتوقع السنه بيحطوا سؤال ينطرح عليهم لهول ليه لانه لغوا اشياء يعني لغوا لكم الانفرس فانكشن لغوا لكم الفريكشن بوينت كرمال البروبلم يضلوا له معنى قد ما فيهم بدهم يحاولوا يزيدوا الكلاس الا اذا سيئة بتختاروا فانكشن ما في داعي لها لانه هيدي انتبهوا هيدي امتى بنضطر نحن نعملها بنضطر نعملها اذا انا مش قادر اعمل سولف لاف اوف اكس ايكوال تو زيرو يعني اذا الفانكشن مش قادر اعملها سولف نعمل هيك بالروت ساعتها بعملها بس هو بالهومورك اللي عطيتنا إيه انت هيك بيصير اوكي بالظبط هون ما فيكم تعملوا يعني هون لا انا ولا انتم فينا نعمل سولف اكس ما بتزبط فكرمال وبما انه بتسفر بدنا نحن قد ما فينا نعرف وين بتسفر كرمال هيك بسمي السؤال اللي كان مثل العادي كان show that f of x equal to 0 admits two roots alpha and beta بدنا نبرهن الالفا بتوين وبيتا فيها شغل اول شيء الفانكشن كونتينيوس بكل الانترفال هي بنخلص منها عشان ما نضل نقول كونتينيوس 100 مره ثاني شيء باول انترفال يعني اون ذا انترفال ماينس انفينيتي زيرو هلا شفناها فوق اف از ستريكتلي انكريزينج ما بتكفي كلمه ستريكتلي وانكريزينج بدك تقول لي طالعه من وين لوين طالعه من ماينس انفينيتي اللي هي اصغر من زيرو تو بلس انفينيتي اللي هي اكبر هلا ليك اذا ما كتبته اصغر واكبر مش مشكله المهم تكتب فروم وير تو وير يعني المهم تفرجيني انه هي طالعه من شيء اصغر من هيدا لشيء اكبر منه هلا انا لا كنت كتبكم يون اجباري كرمال ضلكم فهمانين براسكم بس بديش اياكم تنسوها عشان مع الوقت بصيروا تنسوا تكتبوها لهي هيدي الجمله اذا ما كتبتوها ما بيعطيك ولا علامه عليها واضح ولا علامه بتاخذ شيء او ثلاثة مع بعض باكج وحده يعني ستريكتلي وانكريزينج وفروم وير تو وحده منهم اللي هو ثلاثه حتى ستريكت في كثير تلاميذ اوقات بيستخفوا فيها ما بيكتبوها بيكتب بس انكريزنج اللي بيكتب بس انكريزنج ويزاوت هاي او اللي بيكتب ستريكتلي وانكريزنج ويزاوت هاي دي فرام وير تو وير ما بياخذ ولا علامه عليها واضحه بس عشان ما تلاقي عشان كلمه او حرف بدك تقول لي ما بيكفي تقول لي ستريكتلي انكريزنج بدك تقول لي طالعه من وين لوين صرت معطيكم 100000 اكزامبل لانه ممكن تكون طالعه مثلا من 2 لبلس انفينيتي ما بتصفي لا تضمن ان طالعه وبتسفر بدها تكون طالعه من شيء نيجاتيف لشيء بوزيتيف اذا بنحكي على الزيرو عن زيرو طبعا لو كانت غير الزيرو بيهمنا تكون طالعه من شيء اصغر منها لشيء اكبر منها اوكي اون ذس انترفال نفس الشيء بثاني انترفال كمان ستريكتلي انكريزينج فروم ماينس انفينيتي تو بلس انفينيتي يعني هو الجملتين مثل بعض
بس واحدة منهم بالانترفال الأول وواحدة منهم بالانترفال الثاني لما سيقبت نفس الليمتس عنه. أستاذ؟ نعم. في ناس لك سؤال عن السؤال اللي حلينين احنا كهومورك. اجينا على line of equation مش f x equal 0 f x equal للy y الy اللي هي line of شو اسمه tangent. طيب كيف منحل هيدا؟ كيف منقول increases from where to where؟ يعني هون الequation هي y كل x بتجيبها. لا كل شيء في x هونيك. انا سألكم برهنوها get me in the line دي with equation y كل x intersect c at one point with abscissa alpha verify that alpha between 1.4 1.5. ايه هيدا هو قبل الجراف ولا قبل الجراف؟ هيدا قبل الجراف اكيد. بترجع شوف قبل الجراف استاذ بترجع شوفها في فيه ممكن. انا قلت هي انكريزز بس اخذت مثلا اصغر من 1.4 عاده. عن اذا عندكم كومبير ل اف اوف اكس مع لاين في اكس عاده ينزل بعض الجراف ساعتها باين جرافيكالي. يا من نعطيكم اياها نحن بنقول لكم ذا لاين اوف ايكويشن عنده مثلا رود برهن بس الالفا بتوين كذا بس زي لك فيريفاي بدي اشوف. انا ارجع للسؤال بدي اشوف شو القصه هاي. اوكي اوكي ابدا السؤال. طيب لكن كونتينوس وستريكت انكريزينج وستريكت انكريزينج من هون لهون وبالتالي هلا هو ثلاث نقط بيعني انه الايكويشن عندها اكزاكتلي تو روتس الفا بيتا. اكزاكتلي بفضل نكتب اكزاكتلي كرمال انه ما يكون في روت ثالثي بالصفر. اذا ما نحكي لغه مزبوط لازم نقول اكزاكتلي لحدد انه بس اثنين ما في يعني اونلي تو روتس. وضحت؟ هلا على برهن الاف الالفا بده اياها بين 1.7 1.8 والبتا بده اياها بين ماينس 3.2 ماينس 3.1 عادي. تجيبوا الاف لك الفاليو راح تطلع هيدي بدكم تقولوا هون نيجاتيف وبوزيتيف. اذا ما قلتوا هون اللي بكتب على الناس هاو المفروض يعني على ذمه التليفون تبعي صراحه لانه لما حليته امبارح كانت بعيد عن الكالكوليتر فحسبته هون على التليفون يعني. ان شاء الله يكون صح. القفله هاي نيجاتيف والقفله هاي بوزيتيف يعني الالفا بتوين وهون نفس الشيء بيطلع وحده نيجاتيف وحده بوزيتيف بتطلع البيتا يعني هول القصص صرنا نعرف. هلا بس هم مهمين كثير ما حطها على الجراف بس انتبهوا الالفا بوزيتيف والبيتا نيجاتيف. ها البيتا قبل الالفا كل شيء قال بالسؤال سائل ليمت على بلس انفينيتي قبل الماينس انفينيتي يعني هول القصص انتبهوا. طيب نجي هلا للرسم بارت 4 انتبهوا لانه عندي كثير قصص هون بدنا نحكيها. عندي بعد تقريبا 8 دقائق 9 دقائق مش مشكلة من الأحد. أول شيء لنرسم الرسمة في عندي هذا الأسمتوت اللي هو X equal Z. شايفين الجراف كلكم من تحت لفوق من أولها؟ أول شيء هون ما نرسم هون في إشياء أنا أصدر ما كتبتها بدنا نكتبها. في عندي 2 straight lines أسمتوت سن دي الكبير اللي راح بلش فيه مش الدي الصغير أنا بلش ماينس فيه. كانت الإيكويشن تعيته y equal x plus 3. هيدا كان عندي إيه أوبليك أسمتوت على أي جهة at minus infinity. تبقوا نرسم هذا اللاين نأخذ عادي فوقات كل البوينتس نرسم فيكم تأخذوا ثلاثة. أنا أفضل دائما نأخذ ثلاثة نقط في المال يطلع على المسطرة صح فيني. For example, 0, 3 بيأخذ مثلاً minus 1, 2 وفيني أخذ minus 3, 0. هذا الدي الكبير. الدي صغير في أسمتوت تاني هو y equal شو x minus 1. هيدا كان أوبليك أسمتوت وين على أي جهة؟ هيدا على جهة الplus infinity. اوكي واضحين عم نكتبهم على البورد هون. يس يس استاذ. نعمل كمان تيبل له اكس ماينس 0 ماينس 1 1 اللي قبل شوي بين مش مشكله انا هولي هتصوروهم 0 1 1 0. هلا في كتبه واذا بدك تاخذ وحده ثالثه مش 0 ماينس 1 0 ماينس 1 سوري بس وانا طيب ما نرسم هول اثنين هلا. وفي اسمتوت اوريدي مرسوم اللي هو الفيرتيكال اسمتوت الكيرف بس طالع من هون. في عندي الالفا والبيتا بدنا نحطها على الجراف انه هول الانترسكشن للكيرف مع الاكس. طيب نبلش بالنسبه للدي الكبير 0 3 1 2 3.
root 3. هذا البوينت الثاني ماينس 3 0 فيني عم حاول عشان ما ضيعش وقت. هلا طبعا فيكم تاخذوا ماينس 1 2 كمان افضل يعني عشان يطلع اللاين 100 صح نوصلوا مع بعض. هيدا اوبليك فيني ارسمه عادي مش ضروري دوت، فيكم ترسموه دوت ما عندي مشكله. هلا انا هون ما فيني بالاوبشن ما فيني ارسمه. طيب هيدا مين اللي رسمته هلا؟ هيدا الدي الكبير اللي هو الكيرف بدي نطلع الاسمتوت منه. هلا هون نرجع نذكر هون في عندي 3 هون في عندي ماينس 3 اوكي. الاسمتوت الثاني هي 0 ماينس 1 1 0 المفروض يكون بارلل عليه يعني ان شاء الله يطلع بارلل على الماكينة يعني طبعا مش هيطلع 100% بارلل لانه هو ليه مش عم بياخذهم سكيل انا بحاول اظبط يكون بارلل. حد ما مقبول شوي. طيب هيدا الديزل يبقى معي يا جماعة هيدا مانس بالضبط استقبل. هلا الكيرف في واحدة من الدورات اللي يطلع الكيرف طالع من هون هون لا هون في زيرو بالنص. خلينا نشوف الالفا والبيتا شو اهميتهم. الالفا هي 1.7 1.8 يعني تقريبا هون هيدا الكيرف مارق فيه. والبتا هي ماينس 3.2 ماينس 3.1 يعني كتير قريبة للماينس 3 هون. اوكي هولي كتير حساعدوكم. الكيرف طالع على الماينس انفينيتي من هون بهذا اللاين هيدا الدي الماينس انفينيتي اللي له من هون من تحت يا بده يطلع من فوق يا بده يطلع من تحت. هلا هو مسألكم عن بوزيشن بس هو لو في انترسيب لو طالع من تحت بده يقطعه ما في يقطعه وما يكون سائل عن بوزيشن فهمتوا كيف. وفي البتا هون طالع من الاسمتوت لكان من الديل كبير من هون واصل للفيرتيكال اسمتوت اللي نرجع نعمل التيبل قدامكم انا عشان اكسب وقت يعني بديش هون في عندكم الزيرو ما تنسوا انا احط الدريفيتيف احط بس الفاريشن طالع من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي ورجع طالع من ماينس انفينيتي كمان لبلس انفينيتي. هذا الكيرف اللي عم نرسمه نحن هلا اوكي. هون في عندنا الاول في عندنا الاوبليك اسمتوت كثير كبيره وهون في عندي الاوبليك اسمتوت كثير صغيره كيف صارت واضحه. طالع من الأوبليك أسمتوت من هون واصل للفيرتيكال أسمتوت من هون ومرق مين بالبتا. هلا كثير قريب البتا لنا عشان انا رح بلش من هون هون لأنه قريب كثير فيني ما انزل كثير لتحت ماشي. هيدا البارت الاولى من الكيرف طالع من ماينس انفينيتي على الاوبليك اسمتوت مارق بالبتا واصل على الفيرتيكال اسمتوت. البارت الثانيه هاي هلا طالع من تحت من الفيرتيكال اسمتوت يعني هي الفيرتيكال اسمتوت وين الماينس انفينيتي هالمره من هون عم تتابع وين رايح على الاوبليك اسمتوت على مارق بمين بطريقه بالالفا طبعاً نطلع الدفتر المفروض تطلع الرسمة أولا ما رح بقصد هيدا هو الكيرف مرقت معنا بوينت هي سنتر اوف سيمتري من هي 0-1 بس ال 0-1 موجودة برات الدومين ها مش مشكلة بس طلعوا فيها ال 0-1 مبيني element of symmetry ده 2 كيرف ولا لا. شو يعني element of symmetry؟ يعني every point here سيمتريك لها بالنسبة للأس مفروض ما تكون موجودة بالبارت التالي من الكيرف يعني مثلا هون فهمتوا كيف؟ أي بوينت حيالله بوينت بتاخدوه هون على الكيرف إذا بترسم السيمتريك لها بالنسبة للأس بتطلع على البارت التالي
نفس الشيء ناقص. انا عشو بحاسبك هلا؟ بحاسبك على البيتا والالفا لازم يكون مرق فيهم طالعه من الاسمتوت للاسمتوت هون نفس الشيء هون مش كثير مبين يعني المفروض تقرب على فهمتوها؟ وضحت الرسمة؟ تمام سؤال؟ تمام نعيم صورت؟ كله تمام استاذ يلا هلا عم صور هلا صورها كلها صورتها كان فيها كل شيء اوكي بترجعوا بترجعوا للسؤال بليز بعرف ما كان ممكن يعمر اوكي استاذ بتحلوا ان شاء الله نمبر 9 عشان تتمرنوا اكثر عليهم دول اوكي؟ اوكي 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 في هون على يعطيك العافية أستاذ العافية أستاذ